الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعز والجلال، جل عن كل مثل ومثال، وتعالى عن حكم الفكر والخيال. أحمده سبحانه على كل حال، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من نطق وقال، وعلى جميع أصحابه والآل، صلاة يدوم نفعها في الدنيا ويوم المآل. أمرنا الله تعالى جميعا بتقواه فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمرنا الله تعالى بالقرب منه والاستعداد للقائه فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاللهم اجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمة، ووفقنا للتوبة توفيقا جازما، واقبل صالحنا واغفر لمن كان آثما. وبعد، بالأمس تعرض الحجاج لنفحات الله تعالى في يوم عرفة، وكان من أعظم هذه النفحات العتق من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. كما تعرض غير الحجاج لنسيم مغفرة الله عز وجل، واستنشقوا عبير هذه المغفرة الإلهية حين صاموا هذا اليوم بموعود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن صيام هذا اليوم يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وبسبب هذا الموسم يوم عرفة، ولكونه سببا في العتق من النار وسببا في تحصيل الغفران، ناسب أن يكون اليوم الذي بعد عرفة عيدا لجميع المسلمين في جميع الأمصار، من شهد منهم الموقف ومن لم يشهد، لاشتراكهم جميعا في معنى العتق من النار ومعنى تحصيل غفران الله عز وجل. وهذا درس عظيم أيها الإخوة. الله عز وجل يتودد إلى عباده بالمغفرة ليعلمنا أن طريق الوصول إليه سبحانه وتعالى إنما يكون بالتجاوز عن أخطاء الناس. فمن أراد أن يقابل الله تعالى سيئاته بالغفران فليقابل سيئات الناس بالغفران، لأن الله تعالى كما يقول ابن القيم يتعامل مع العبد في ذنوبه كما يتعامل العبد مع الناس في ذنوبهم، بقدر ما يتسع قلبك للتسامح والمغفرة والتجاوز عن أخطاء الناس بقدر ما تشملك رحمة الله تعالى ومغفرته ورضوانه، بل لن يسبق تسامحك غفران الله تعالى أبدا. ولكم في نبيكم صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فهو صلى الله عليه وسلم يقف يوم الفتح، يوم فتح مكة، بعد أن آذاه المشركون واضطهدوه وقتلوا أصحابه تقتيلا لمدة تربو على 20 سنة، لما مكنه الله تعالى منهم قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم مدوية حتى صارت مضرب الأمثال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا بكلمة يعفو عن إساءات واضطهاد وقتل وعنف وجرائم امتدت ونالت أصحابه وامتدت لأكثر من 20 سنة. وهذا النوع من الغفران والتسامح والتجاوز لا يطيقه إلا نبي، ولا يحمله إلا نبي، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم اليوم المشهود لم يعمل فقط على العفو،
بل عمل على تهدئة النفوس وإشاعة الأمن والأمان بين أهل مكة، وكانت رقابهم بين يديه. ولذلك لما وقف سعد بن عبادة وقد امتلأ قلبه حماسا لفتح مكة، وامتلأ قلبه نقمة على قريش التي أذاقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العذاب ألوانا، امتلأ قلبه حماسا وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الكعبة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقولة وسمع هذه الجملة اليوم يوم الملحمة، قال: لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تستحل فيه الكعبة. قال: لا، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، ليشيع هذا النوع من الأمان، وليؤسس هذا الخلق العظيم، خلق العفو. ونحن في هذه الأيام الجليلة، في يومنا هذا الفضيل الذي ناسب أن يكون فيه عيدان، عيد الأضحى وعيد اجتماع المسلمين الأسبوعي لصلاة الجمعة، ليس هناك أدعى أيها الإخوة لإشاعة هذا النوع من التسامح والغفران والعفو في هذا العيد. كيف يصير العيد عيدا إذا خلى عن المسامحة والعفو عمن قصر في حقنا؟ كيف يكون العيد عيدا إذا لم يكن فيه فسحة ومساحة للعفو والتجاوز؟ كيف نفرح بالعيد وقد امتلأت قلوبنا حقدا وغلا لفلان وعلان؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل من أمامنا كل ما يمكن أن يثبطنا في باب العفو، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله بعبد في عفوه إلا عزة. ليزيل صلى الله عليه وسلم ما قد يسبق إلى الظنون من أن العفو ضعف ومذلة ومهانة، ليقرر حقيقة أخرى، وهي أن العفو وأن التواضع باب للرقي نحو الرفعة في الدنيا والآخرة. ولم يقتصر الحال على العفو بين الأفراد، بل شمل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الموسم العفو بين الأفراد، بين الجماعات والمجتمعات. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه يوم النحر وقال: أي يوم هذا؟ قالوا فسكتنا، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: وأي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذه دعوة للمجتمعات الإسلامية والبلدان الإسلامية أن تتخذ من هذا اليوم موقفا للتفاهم والتصالح على ما فيه نفع العباد. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في هذا اليوم المجيد لهذا الخلق العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. Yesterday the Hujjaj in Mecca witnessed the great mercy of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Arafat. And one great aspect of the mercy of Allah on the day of Arafah was saving people from the hellfire. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there is no day when Allah saves more people from the hellfire than on the day of Arafah. And also yesterday, we fasted that day. And the Prophet ﷺ promised that whoever fasts that day will get his sins forgiven for 2 years.
this season of being saved from the hellfire and getting your sins forgiven is one way Allah subhanahu wa ta'ala is revealing Himself to you. Allah is revealing His attributes of Jamal and beauty and Ihsan to us, to show you and to illustrate to you and make you feel and taste that divine forgiveness so that you can internalize it in your life. By the way, because this is a day when we receive that forgiveness, the next day is the day that is worthy of celebration. That's why we have the day of Eid. Because when you're saved from the hellfire and when you get your sins forgiven, you should be the happiest person. You get happy and you feel happy based on how close you are to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why all Muslims celebrate that day as the day of celebration and Eid. Because they received and they tested that sense of forgiveness. And now they can walk freely to Allah subhanahu wa ta'ala. This is again to tell us that you need to internalize that divine forgiveness in your life. And as Allah forgave you, you should be also forgiving others. Allah subhanahu wa ta'ala will deal with your sins in the same way you deal with people's offenses against you. If it is easy for you to forgive, then you should rejoice, because this is a good sign that you will be receiving the mercy of Allah, because you will not be more merciful than Allah. You will not be more forgiving than Allah. You will not be more gracious and generous more than Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Ibn al-Qayyim says, Allah yu'amiluka fi dhunubik ma'al ibad bimithli ma tu'amilu al-ibad fi dhunubihim. Allah deals with your sins in the same way you deal with people's offenses. Forgiving people does not mean approving the offenses and the mistakes they did against us. But it means we don't hold grudges anymore. It means we have a decision that we become free from these grudges. As you aspire to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave us the greatest example of forgiveness when he forgave all of the people in Mecca at the time when he was at the point of deciding how their life would look like after more than 20 years of persecutions against Muslims. The Prophet sallallahu alayhi wasallam on the day of Fath Makkah is now in control of the whole city, is now having the upper hand, and he can make any decision he wants, and no one will say he's mistaken. Those people, with our standards, would really deserve it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them, "What do you expect of me?" They said, "You are a generous man, son of a generous man." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied and said, "Go, you are free." And with that one short sentence, he gave them that absolute forgiveness for all of the offenses they did against him. Not only he did forgive them sallallahu alaihi wasallam, but he worked also to spread that sense of safety and security among people. This is a new character and a new moral system that they are not used to. They are used to taking revenge, and they know what to be expected. That is why even some of the Sahaba thought that this would be the case. Sa'd ibn Ubadah cried out and said, "This is the great battle." And the Prophet ﷺ replied and said, "This is the great mercy." So that all of those mushrikun would feel safe. And when Islam was presented to them, they willingly accepted it. And they lovingly embraced it because of this great character of the Prophet ﷺ. There is no day when we are required to practice forgiveness more than on the day of Eid. Make sure that you reach out to the people who have not been calling you for a while. No one will blame you today when you call somebody to say Eid Mubarak.
This is a great opportunity to remove all of these grudges and all of the, this history of hatred that you could be having against others or others having against you. And when you do that, Allah, the Prophet ﷺ is giving you the good news that you will gain honor in this life and honor before Allah subhanahu wa ta'ala. Because some people think when you forgive or when you are humble to forgive, this is a sign of weakness. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah will give you nothing for your humility but honor. And this is to remove these kind of misunderstanding about humility and about forgiveness. Not only the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged forgiveness among individuals, but among communities as well. On that day of Eid, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had that conversation with the Sahaba, and he has this his own style of teaching. And he said, "What is this day?" They said, "We stayed silent. We thought he would give it a new name." We said, and then he said, "Isn't this the day of Nahr? This is the day of Eid, when we do the sacrifice." They said, "Yes, Ya Rasulullah." He said, "And what month is this?" They stayed silent. They thought he will give it another name. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Isn't this Dhul Hijjah?" And they said, "Yes." The Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, "Your blood, your money, and your honor is sacred and cannot be violated. As this day is sacred, and as this month is sacred, and as this city is sacred." So this is a time, the day of Eid, especially that day, is a time when we can decide to be committed to forgive and reach out to the people who may have some misunderstandings with us, and do that for the sake of Allah. Do that as following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I know there are limitations in terms of physical meetings, but at least you can make calls and reach people who didn't call you for a long period of time, or people that you had broken relationship with them. And as I said, no one will blame you today. This is the day of forgiveness. This is the day of great mercy. And as Allah subhanahu wa ta'ala showed His mercy and forgiveness to you, show mercy and forgiveness to others. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا إلى أهله سالما غانما رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.